خليني ارجع بقى للبايوجرافي بتاعتك. يعني انت معرف نفسك على مواقع التواصل الاجتماعي مواطن كويتي محب لمصر العظيمه. صح. اولا انت منورنا هنا في مصر وشرف لينا طبعا محبتك. الشرف كله لينا، انا موجود في مصر اصلا. بس عايز اعرف منك قصه، يعني قصه تعلقك بمصر ابتدت ازاي؟ ابتدت انت امتى اكتشفت ان انت فعلا عايز تزور كل مدن مصر وكل محافظات مصر؟ شوفي، انا بطبيعتي يعني انا بحب الاشياء اللي فيها تاريخ، بحب الاشياء اللي فيها هدوء، فيها سكينه. حتى لما اسافر دول ثانيه تلقيني ادور بالاماكن اللي هي شويه في ناس ما تعرفها وبرتاح فيها اكثر من الزحمه. ف يعني مصر مثلا لما تبدا تتكلم على التاريخ يعني تجده في مصر، عن الاشياء القديمه جدا والحضارات القديمه جدا في مصر، السياحة العادية وبالصيف والبحار راح تلقاه بمصر. لما بديت أشوف أسوي مثلا أبحاث عن موضوع الحضارة المصرية القديمة، لأن أنا رحت الأقصر قبل كذي، والأقصر من المدن الخيالية اللي أنت ممكن تروحها في العالم. يعني أنت أكيد. متحف مفتوح تخيل أنت يعني. فبديت أسوي الأبحاث عشان أعرف الموضوع، تعلقت جدا بدنيا ما قبل الدنيا. يعني انت فاهمه علي. طب احكي لنا زرت ايه في الاقصر؟ الاقصر معبد الكرنك، الاقصر سويت طبعا رحله المنطاد رائعه جدا كانت. يعني الاقصر وايد اشياء سويت. رحت فيها رحت البر الغربي؟ طبعا البر الغربي والبر، شفت وادي الملوك وادي الملكات. انا رايح اصلا عشان وادي الملوك يعني. انا اصلا الاقصر كنت رايحها، كان وقتها في افتتاح طريق الكباش. مظبوط. فكان كل طبعا كان يبيني اروح طريق الكباش. بس انا صدقني طريق الكباش طبعا ممتع جدا. بس انا اصلا كنت رايح عشان وادي الملوك. انت عارف يعني شنو وادي الملوك؟ يعني عارف يعني، شوف انت الاسم بس. لما تروح هناك وتوقف بمكان يسمى وادي الملوك، وانا موجود كانوا يعني ما زالوا قاعد يطلعون ملوك. يعني انت انت بتخيل الحين في شغل يعني، كل شوي يطلعوا ملوك. وتكون موجود يعني مقبره مثلا توت عنخ امون. مقبره توت عنخ امون لما تدش المقبره هذه، انا دشيت داخل ما عرفت اتكلم. يعني عارف خلاص، مو عارف اطلع الكلام من انبهاري بالمكان والالوان طبعا. وكأن من احلى المقابر طبعا. وكأنها وأشارها موجوده. طلعت منها رحت مقبره رمسيس. مقبره رمسيس السادس، الناس واقفين طوابير لبرا وبعدين نزول عشان يصور المقبره وهي فاضيه. مظبوط. بس فيها رسمه على السقف عبقري. طبعا لا انا اقصد فاضيه، ما فيها الالهه نوت، الهه السماء. بالضبط. وهي يعني عارف، شوف مدى روعه. انا كنت منبهر ومبسوط عارف بان الناس، اقول الله الناس هذه كلها شوف جايه مسافره، طيارات ودنيا وافواج سياحيه عشان يوقفون طابور ويصورون هالمكان. شلون احنا ما نعرف الاشياء هذه؟ صحيح عندك. طيب